السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. معاكم ميس مروه من قناه ميس مروه. النهارده جايه لكم بريفيو يعني من جوه القلب كده، طالما حاجه بتتكلم على الجرامر وانا من التيتشرز فعلا اللي بعشق حاجه اسمها جرامر، لان اولا هو هيساعد طفلك ان هو يتكلم كويس، ان هو يكتب كويس. فالجرامر ده يعتبر كده هو اساس كل حاجه في الانجليش. طيب انا جات لي هديه حلوه قوي من كتاب سندباد من الجميله ميس الاء خضر، وهو 2 مستوى للجرامر، ليفل 1 وليفل 2. اهم حاجه اهم حاجه تهتموا بيها زي ما بنهتم بالفونكس والقرايه، نهتم بالجرامر كويس قوي. طيب انا يبقى لي يومين كده ماسكه صراحه الكتب، عماله افصصها حته حته، وصراحة مش قادرة ما اطلعش اقول لكم قد ايه الكتب دي فعلا جميلة. بصوا بقى، انا عندي ليفل 1 بيبدأ من النمبرز والسكول سبلايز، وعندي وان والفاميلي والفيرب كل حاجة. يعني انا طفل لسه كده من اول كي جي 2 لسه عايزة اعرفه يعني ايه اصلا جرامر، يبدأ يعرفني يعني ايه ناون ويعني ايه فيرب. بصوا، وفي حاجه كمان لفتت نظري قوي ميس الاء عاملاها حلو قوي، ان هي كمان كاتبه بالعربي كده بالكتاب. تخيل مثلا ان ده الطالب بيرد عليها، وان هي التيتشر المدرسه، ففي الحاله دي هي هتقول له ايه. طبعا ده غير ان ما شاء الله الكتاب طويل، والكتابه فيه كده مريحه للعين، وجوده الورق حلوه قوي. ابنك يفتح الكتاب ويقفل براحته ويكتب ويشخبط ويمسح براحته جدا، بلس ان ما شاء الله كمان هي عليها عامله الجرامر بستبس حلوه قوي. المفروض يعرف ايه في الاول وتاني خطوه، طالما عرف الخطوه دي طب ايه الخطوه اللي بعديها. كتير قوي، مليان تمارين كتيره جدا جدا جدا. بصوا كده معايا، هنا عندي البلولر الجمع مليان طبعا بيكتشرز وصور حلوه قوي لسن الاطفال، في السن ده بيحبها جدا. طيب هيمشي معايا كل خطوة كده في الجرامر، كل ده تأسيس جرامر. طيب هل الأسئلة دي كده لو انتي مامي في البيت وبتذاكر لابنك وانتي مش عارفة الإجابات، هل ميس ألاء هتسيبك كده؟ لا بالعكس، هي عاملة ما شاء الله كل الإجابات اللي ورا كده، كل الإجابات هي عاملاها في الآخر خالص. بصوا الكتاب يعني ما شاء الله الكتاب كبير جدا، وعجبني جدا جدا جدا. ناس كتير كانت بتبعت لي يا ميس مروه طب ترشحي مين في الجرامر، طيب انهي كتاب في الجرامر احنا ممكن نمشي بيه. بجد بجد انا برشح لكم النسخه دي، سواء كان ابنك ليفل 1 او ليفل 2 هتعجبي جدا بالتاسيسه في الجرامر وبالاسئله وبالسيكونس بتاعه المواضيع الموجوده هنا. طيب تعالوا كده نشوف ليفل 2 بيبدأ بإيه. هنا بقى لو ابنك كبير شوية هيبدأ بالquestion words والديلي روتين. هبدأ أتكلم على present simple والpreposition والpresent continuous والpresent simple، وهتكلم على verb to be في الباست، وعندي في الآخر past simple، وعندي الcomparative والsuperlative المقارنة. يعني من أول كده مثلا أولى ابتدائي الكتاب ده عادي شغال معاكي، أولى تانية تالتة. بصوا بقى هنا هيبدا طبعا في كميه تمارين كتير قوي. طبعا انا بيهمني جدا في كتاب الجرامر اي منهج انا بشوفه، سواء بقى اولى ابتدائي تانيه تالته رابعه لغايه اعدادي، اول ما امسك الكتاب واجي اقيمه سواء كان كونكت او كونكت بلس، كتاب عادي حتى لو هو مش تخصص جرامر، يهمني جدا اشوف الكتاب عارض الجرامر ازاي، كاتب الجرامر ازاي، وكمية التمارين اللي عليه بحب اشوفها يعني كتير قوي. انا من عشاق حاجة اسمها جرامر، بحب اشرح الجرامر، بحب ادي اكسرسايز على الجرامر، بحترم جدا الكتاب اللي بيعرض الجرامر مش بفزلكة بقى، لا هو بيعرف يوصل للطفل في المرحلة دي او في السن ده عشان يعرف يوصله يعني ايه جرامر. لان مثلا طفل كي جي 2 هو مش عارف يعني ايه جرامر. اوكي بصوا انا بس كده بوريكم وانا بتكلم هو فيه تمارين قد ايه. هنا عندي الكاونتبل والانكاونتبل، كل ده كده جرامر. بصوا انا كده كنت لسه في يونت 1، طيب اجي عندي في يونت 2 ابدا هنا اشرح البريزنت سامبل. بصوا تمارين قد ايه، شايفين اصلا البيج دي كده شايفين، بصوا اصلا فيها تمارين قد ايه على البريزنت سامبل، مليان تمارين كتير جدا جدا جدا. هو مش كتاب تمارين بس، هو بالعكس هو كمان بيشرح القاعدة الاول وبعد كده يديك التمارين، كل دي تمارين.
وطبعا زي ما اتعودنا ان في نهايه الكتاب بيكون عندي الانسرز الخاصه بالاكسرسايز اللي كانت موجوده في الكتاب من جوه. طيب اخيرا كده اوريكم النسختين اللي معايا. انا كده معايا ليفل 1، دي بدايه كده ازاي تعرفي الطفل الجرامر، ممكن نبدا فيها مثلا من كي جي 2. اوكي، ومعايا ليفل 2 ده المستوى الثاني، هيبدا بريزنت سامبل وعندي كويستشن ووردز وعندي باست سامبل وعندي فيرب وعندي ادجكتيف. صراحه الكتابين صراحه بيكملوا بعض، يعني الطفل بيخلص ليفل 1 على طول بينتقل لليفل 2، فانا ارشحهم صراحه جدا، وبشكر سندباد وبشكر ميس الاء، وبالتوفيق دايما.